محمد ابن كعب القرظي من يهود بني قريظة في زمن معاوية يؤصل لنا قاعدة أن الله سبحانه وتعالى رضي عن جميع الصحابة، ويستدل بالآية القرآنية وهي قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هو يستدل بها في زمن معاوية، يقول بأن ما جرى فتنة، يعني يريد يصحح المنهج الصهيوني داخل المجتمع الإسلامي، يؤسس لنا منهجا أنه لا يجوز النيل من معاوية ولا من عمرو بن العاص ولا من المغيرة ولا غيره، لأنه أدخلهم في مسألة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هذا الشخص اليهودي وضعوا له هذه الرواية عن لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من كاهنين رجل يكون أعلم الناس بكتاب الله. وإذا راجعت إلى ترجمته يقولون أعلم التابعين بالتفسير. هذا من اليهود، وطبعا من رواة البخاري ومسلم.